هلا والله بسعود، مسي عليك، مسي على اخواننا المشاهدين والمستمعين، وعلى اخوي طبعا احمد موسى، سلم. فرج لهيب، وعلي الشمالي، وخلف. يعني الصراحه يعني يعطيك العافيه على البرنامج يا ابو سعود، ومتعنا طول عمرك يا ابو حبيبي سعود. مشكور يا ابو خالد، وانت حبيبي الله متعنا يسعدك. دائما بعد فيديوهاتك وتحليلك في قناة الكاس، دائما مبدع يعني، وتمثيلك تمثيل مشرف في 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 قناة الكاس يا ابو خالد. حبيبي يا ابو سعود، وهذا طبعا شرف لي الغالي. ابو سعود انا صراحه يعني من اشد المعجبين بالبرنامج مالك والاخوان الموجودين كلهم. شدني ابو سعود على موضوع، بس حبيت اتكلم فيه. تفضل. يعني موضوع اخوي الغالي العزيز فرج لهيب، والغالي ايضا اخوي جاسم العويدي، هذول اخواني عشت معاهم بالحلوه والمره، كذلك يعني علي الشمالي، احمد موسى عاشوا معاهم. يعني هذول الاثنين، يعني انا ادري عزيز ان كل واحد قلبه ابيض من الثاني، كل واحد عزيز على نفسه. هذول الاثنين فرحوا الكويت، عشنا معاهم بالفرح احنا كلاعبين، وبالحزن نعرفهم عن قرب عدل. فسبحان الله الفتره هذه اللي طافت، يعني ما اقول مصاري تاوش مع بعض، يعني دش بينهم ابليس. بس عزيز انا اثق ان اخوي فرج لهيب واخوي جاسم الهويدي، هذول الاثنين من اطيب واطهر الناس اللي عرفتهم الصراحه. يعني ناس محبين للشعب الكويتي، محبين للرياضه، بس سوء الفهم ممكن اللي صار بينهم خذ جدار كبير يعني في الشارع الرياضي عندنا بالكويت. فاتمنى، اتمنى مو بس انا، يعني احمد موسى على الشمال اللي معاشرينهم مع هذول اللاعبين، اتمنى انه يتسكر الموضوع بينهم. لان احنا عزيز احنا نتاثر، مو بس احنا الشارع الرياضي، خاصه احنا اللي عاشرناهم كلاعبين. ما نرضى اي لاعب احنا لعبنا وياه ولا ايا كان يصير بينهم يعني جدال. يعني احنا نتضايق نفسيا، انا متاكد. بس الكلام اللي انا بقوله احمد بوس راح يقوله، الشماي راح يقوله. ليش؟ لان عاشوا وياهم، يعرفون شنو فرج لهيب، شنو نوعيه فرج لهيب، يعرفون شنو جاسم الهويدي، يعرفون شنو نوعيه جاسم الهويدي. فانا اتكلم مو بس عن نفسي، اتكلم عن شريحه كبيره من اللاعبين، او كل اللاعبين اللي لعبوا معاهم واللي عاصروهم، سواء بديتهم او بالمنتخبات او في احترافهم. لان ما تشوف جاسم الهويدي او فرج لهيب انت تتضايق لما تشوفهم متنرفزين، فاحنا ما تعودنا عليهم، تعودنا عليهم كلهم مبتسمين ومحبين الخير للكل. وهذه الشغله امنيه من عندي، ان ان شاء الله اليوم كل شيء خلاص انتهي ان شاء الله. وانا اتمنى ان اخوي فرج موجود عندك، ان كل شيء هذا الشغله بيها طلبه بعد. نعم.